بدور على الديك الرومي يا جماعه، ابن الكلب ليه يجي اسبوع وانا سامع صوته وبشوفه، بس اطلع ساعات الاقيه وساعات ما الاقيهوش. وبجد يعني لما شفته بالمنظر ده مش عارف اقول لكم اه، والله ما عارف اقول لكم ايه. تعالوا بس كده يا جماعه نروح نشوف هو عمل ايه. طبعا مش مطيع، ده ديك اللي هو الاسود ده، الديك الاسود ده اللي ورا ده اللي هو هناك. هوريكم برضه يا جماعه الناس اللي لسه بتشوف قناه يومات في مزرعه الاول مره، هوريكم الطيور واقول لكم انا عندي كام ديك. وطبعا هعرفكم على البلدي واللي هو الالوان وكده. اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناه يومات في مزرعه لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو عشان في نسبه كبيره جدا منكم والله العظيم بتدخل الفيديو وبتسمع وبتنسى تحط لايك. فباكد ما تنسوش تعملوا لايك، ويلا بينا نشوف الديك عمل ايه علشان تتفادوا لو انتوا بتربوا رومي، ولو ما بتربوش رومي خدوا معلومه. يا جماعه للناس اللي لسه بتشوف قناه يومات في مزرعه الاول مره، وللناس برده اللي متابعانا من زمان، شايفين يا جماعه عندنا الطيور بتاعتها بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. ده كمان هم دلوقتي متوزعين، شايفين الوز البط اللي كمان هناك اهو ما شاء الله الله اكبر، والسطح اهو. انا عندي يا جماعه اللهم صل على النبي دي فرخه رومي مزارع سوداء تمام، وده ديك رومي اسود بلدي، ده خالتي كانت جايبه لي للناس اللي متابعه يوماتي في مزرعتي من زمان. وده ديك رومي سعيد اللي هو الاسود ده، ده كان طالع عندي كتكوت كده صغير وانا كنت شاريه وانا كنت مربيه. ودي فرخه رومي سيلفر تمام، دي كنت شاريها ب 250. والاحمر ده رومي تركي، ده كنت شاري الديك ب 750 جنيه، ولو حد عايز يشتري منه يكلمني هبعت له رقم الراجل، الراجل عنده راجل محترم جدا. والرومي التركي يا جماعه بيشيل وزنه وبيبيض وبيرقد وكويس جدا زيه زي البلدي بالظبط، لكن شكله هو اللي مغلي سعره تمام. طبعا يا جماعه انتوا شايفين كده، انا والله العظيم يعني الناس برضو اللي عارفاني سواء معايا في جروب الواتس او معايا على القناه او بتكلمني خاص او كده، عارفه ان انا مش فاضي من الكليه، فانا بطلع ارمي للطيور الاكل وانزل على طول. شايفين رمت لهم الخضرة ونزلت على طول. تعالوا يا جماعه بقى اوريكم الديك الرومي كان بيعمل ايه. ده الديك البلد سيبكم منه، تعالوا بقى نشوف كده الديك الرومي كان بيعمل ايه وايه المنظر اللي انا شفته لما طلعت ادور عليه. اهو السافل ده سعيد، تعالوا اوريكم. انا بقى يا جماعه عايز حد يقول لي ده بيطلع فوق العشه يعمل ايه. ده كمان مش بيطلع فوق العشه بس ويقف كده، لا ده بيعمل حاجه يعني اللي هي كارثه بقى مصيبه. انا شفته بعيني، بس للاسف يعني ده مسرح تمثيلي، يعني ده انا بمثل لكم الجريمه. شايفين هينزل ازاي؟ تعال بس اوريكم برضو بينزل ازاي عشان برضو اي الناس اللي هتقعد تقول لي بيطلع ازاي وبينزل ازاي. طبعا ده بعيد عن ان هو اصلا طويل، شايفين العشه دي قصيره ازاي وهم بيطلعوا وبينزلوا من عليها. والرومي بعته اصلا يعني هو بيطير تمام، وكمان هو عشان ما شاء الله رجلاه طويله وجسمه طويل فبيطير، شايفين مش محتاج اصلا ان هو ينزل من على حاجه. ده انا كمان قصصهم، يعني انا كمان قصصهم، شايفين نزل اهو على السطح ولا اتاثر ولا حصل له اي حاجه. لو تفتكروا يا جماعه في الفيديو بتاع البطه البني اللي كنت مصورها لكم ساعه كانت بايظه في البرنيكه اللي هناك دي اللي فوق العشه، للناس اللي هتفتكر فاكرين ساعه كانت الفرخه فراحت فيها الفرخه، استنى كان في فرخه البلدي، الفرخه البلدي دي مرقبه او الشركسيه كانت واقفه فوق العشه اللي كان واقف عليها الديك، وساعتها قلت لكم انا شاكك ان الفراخ بتبيض فوق. النهارده يا جماعه الصبح سعيد اكد لي النقطه دي، واتاكدت 100% ان الفراخ البلدي بتبيض فوق العشش. لا بقى اتاكدت ان الفراخ البلدي بتبيض فوق العشش، وان سعيد هو اللي اكد لي ده اللي هنروح نشوفه فوق العشه، علشان هطلع الحله ووقف ووقف فوق العشه واوريكم بقى انا لقيت الفراخ بتعمل ايه فوق وازاي عرفت ان هي كانت بتبيض فوق. بس طبعا اللي كشفهم لي سعيد الديك الرومي زي ما وريت لكم كده ان هو كان واقف فوق العشه. طبعا يا جماعه شايفين العشه اهي، اهي شايفين العشه اهي، انا كده واقف جايبها لكم من فوق والسطح اهو. بتم كريم، هيا ام كريم، باي باي لبيتكم. المهم يا جماعه شايفين العشه، انا مش يعني العشه بصراحه بتاعتي ايه مش متعرشه كويس. هتقولوا لي طب عرشها كويس وكده، اقول لكم انا بظبطها في الشتاء، لكن انا ما عنديش امكانيات
وبصراحه الماديه ما تسمحش ان انا اعمل عشش صلبه ومتينه قوي. عشان اعمل عشش صلبه ومتينه قوي محتاج شويه فلوس كده محترمين. المهم يا جماعه ان دي سجاد، شايفين ده سجاد، سجاد قديم كده مفروش. شايفين السجاد مبور ازاي؟ شايفين الحته اللي هناك دي اللي انا حاطط عليها الجرده دي، دي الحته دي الفراخ بتبيض فيها، الحته دي الفراخ بتبيض فيها، والاستاذ سعيد بيطلع ياكل البيض. يعني انا اسف للناس بس اللي بتفهم، يعني اسف اللي بتربي رومي وكده. الحمام ده ايه؟ حمام رومي. شايفين ده حمام اللي بيبقى عامل زي الاسود كده ومزيوت، انا اسف يا جماعه في المنظر ده، وبيكون كبير كده. ده حمام رومي وناشف، يعني اكبر دليل ان كان الديك على العشه بياكل البيض الصبح اهو ناشف، مش الصبح اهو، يعني اول ما جيت من الكليه لقيته يا جماعه ماسك كده البيض وبياكله. طبعا الناس كلها عارفه ان الرومي بيعشق البيض. شايفين هي العشش هاي بالسطح اهو، بالسطح اهو، وهو الرومي اهو، وسعيد اهو، هو سعيد اهو يا جماعه. شايفين انا جيت بقى لقيته ايه ماسك البيضه في بقه. طبعا يا جماعه هم اصلا مش اول مره، يعني هم مش اول مره، يعني مثلا ايه الرومي ده بيعشق البيض، لو حطينا له اي بيضه قدامه كده كانوا بياكلوا بيض الحمام. الحمام اللي كان بيبقى بيض على السطح هنا هم كانوا بياكلوه، لكن ما شاء الله سعيد يا جماعه فجر وبيطلع ياكل البيض من فوق العشش. طيب احنا حل ده ايه؟ لو انتوا مثلا عندكم ديك زي ده كده، يا تحبسوه يا تقصوا له بقه يا تذبحوه يا تبيعوه، لان ده لا نقص كالسيوم ولا اي حاجه. بس طبعا يا جماعه انا كده كده سعيد ان شاء الله هذبحه، تمام؟ ان عشنا يعني وحيانا ربنا هذبحه ان شاء الله، لما نتم كده 100,000 هذبحه عشان في الحفله بتاعت ال 100,000 وكده يعني. فانتوا بقى لو عندكم الديك مثلا، يعني لا قدر الله بعد الشر كده زي مطيع بتاع الفراخ اللي هو انتوا سايبينه يكسر والاتوب ياكل البيض وكده، فده قصوا له بقه، ده والله ولا نقص كالسيوم ولا اي حاجه تتفاصى. يعني انا بشوف الرومي الكبير عمره ما يجي له نقص كالسيوم عامه، يعني اللي بيجي له نقص كالسيوم هو الفراخ بس. فهو ده كان يا جماعه الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، وخلوا بالكم من الرومي علشان الرومي اكتر طيور بتاكل بيض. بس في نفس الوقت برضو بصراحه تربيه الرومي جميله والواحد بيحبها، وكطيور مربحه بصراحه، يعني الرومي كطيور مربحه. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، واي حد عايز يشتري اي حاجه يا جماعه، واي حد عنده سؤال سيبوا تحت في الكومنتات. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وده يا جماعة رومي تركي، للناس اللي سألتني، ده رومي تركي عمر شهرين ونص. الديك الكبير ده عامل 500، والفرخة من دول عاملة 250. لو حد عايزه موجودين عند حسام اللي انا شاري منه، يكلمني وانا اديله رقمه ويشتري منه عادي، وعنده حاجات تانية كتير.